يوم العالمي للعسل الحضرمي ما كان في يوم من الأيام. العسل الحضرمي شهرة عالمية مكتسبة من جودته وقيمته الغذائية، شهرة بلورها شباب حضار على صورة تأسيس منصة إلكترونية للتعريف بالعسل الحضرمي وتخصيص يوم عالمي للاحتفاء به سنوياً. الهدف السامي من هذا اليوم أنه نفتخر نحن معا بهذا اليوم في موطننا من أهم موارد البلاد للمحافظة عليه وتوثيقه عالميا. الهدف الأول من هذا الحدث أنه نوصل صوت هذا المنتج وتسجيله وإبرازه. العسل الحضرمي شهرة عالمية، هكذا تقول الأرقام. فخلال العام المنصرم صدر أكثر من 490 طنا من العسل، بزيادة على الأعوام السابقة نتيجة لكثرة الطلب العالمي عليه. والعسل في حضرموت طبعا هو من ضمن الموارد ذات الهوية الجيدة، لكن نريد اليوم أن نثبت هذه الهوية الحضرمية للعسل الحضرمي لما يمتاز به من صفات جودة عالية جدا، لنريد أن نؤكده وننشره عالميا على مستوى العالم بهذه كمورد وطني ذو قيمة وجودة عالية جدا. في هذا المعرض الخاص بالتعريف بأنواع العسل الحضرمي، تعددت أنواعه بين السمرة والبغية وغيرها من الأنواع التي اكتسبت شهرة منذ سنوات طويلة وما زالت تنافس في الأسواق العالمية بجودتها وسمعتها وثمنها المرتفع عادة. اليوم نرى أن هذا العسل يأتي بالطرق الصحيحة والطرق الحديثة عبر شباب من أولادنا وأبنائنا لإيصال هذه الكلمة وإيصال هذا المنتج إلى مستوى العالم بالطرق الحديثة. فشكرا على الجهود التي بذلت في الفترة الماضية لإشهار هذا اليوم. شكرا، إن شاء الله نكون على عتبة جديدة في هذا العام الجديد 2020 أن يكون هو بوابة لمنتجات أخرى تساهم في الاقتصاد العالمي وتساهم في الاقتصاد اليمني إن شاء الله. الاهتمام بنوعية العسل الحضرمي وفحصه مخبريا يجعله دائما في صدارة المنتجات الحضرمية الأكثر توريدا لدول العالم والأكثر إقبالا من بين جميع المنتجات اليمنية. فهمي برمادة، قناة سهيل، سيئون.